فلذلك ينبغي على المؤمن أن يقوي إيمانه بالإكثار من فعل الحسنات والطاعات والأعمال الصالحة على الوجه الصحيح، على الوجه الموافق للشرع، حتى يكون عمله مقبول. لأنه إذا قوي إيمان الإنسان، إذا قوي إيمان الإنسان يكون ثابتا على دينه، يكون ثابتا على دينه متمسكا به، مهما نزل عليه من البلاء والفتن يصبر، لا يعترض على الله. مش مثل بعض الناس بتلاقيهم إذا صابوا أي شيء دغري والعياذ بالله، أي بلاء بسيط بتلاقيهم زي ما بيقولوا فرطوا. إذا كان الإنسان إيمانه قوي شو ما نزل عليه من البلاء والمصائب بقول الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحمد الله في السراء والضراء. هذا المؤمن القوي. أما إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان فهذا يكون سببا في انحرافه عن الحق وتركه لدينه وانسياقه مع الفتن. بسبب شو؟ بسبب ضعف إيمانه، لأنه ضعيف الإيمان. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على تعلم علم الدين، وحثنا على أن نسارع ونعجل إلى فعل الأعمال الصالحة التي تنفعنا في آخرتنا قبل مجيء الفتن التي تكثر في آخر الزمان فتشغلنا عن العمل الصالح. يعني من شدة هذه الفتن وكثرتها تمنعنا عن الأعمال الصالحة، كما يمنعنا الليل الشديد الظلام من العمل الذي نريده. يعني هاي الفتن بس تكتر تمنعنا عن الأعمال الصالحة، كما يمنعنا الليل الشديد الظلام من العمل الذي نريده. يعني لو قالوا لكم بدها تنقطع الكهرباء مدة من الزمن طويلة لا يوجد فيها كهرباء، عادة شو بيعملوا الناس؟ أليس نسارع لإتمام أعمالنا المتراكمة في النهار قبل حلول الظلام الشديد الذي سيمنعنا من العمل؟ كذلك الفتن الشديدة عندما تكثر وتنتشر تكون سببا لمنع المؤمن من العمل الصالح، تكون سببا هذه الفتن الشديدة عندما تكثر وتنتشر في آخر الزمان تكون سببا لمنع المؤمن من العمل الصالح. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الفتن. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا، وانتبهوا لك كتير يا أخواتنا، الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من التراخي، من التراخي وتأخير طاعات اليوم إلى الغد، حذرنا من التراخي وتأخير طاعات اليوم إلى الغد، لأن المسلم لا يدري ما سيأتي به غد. حدا بيعرف بكرة شو حيصير؟ قال أحدهم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وشو قال أحدهم؟ يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يعني أنا بتأسف إنه بعض الناس بسبب الأحداث اللي عم بتصير بغزة، بدل ما يبادروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما يبادروا إلى الأعمال الصالحة ويكتروا من حضور مجالس علم الدين ويكتروا من أنهم يقووا إيمانهم. تقوية الإيمان كيف بتكون؟ تقوية الإيمان تكون بالعلم. فبعضهم شو بتعمل؟ بعضهم شو صاروا يعملوا؟
بسبب أحداث غزة، بدل ما يقووا حالهم يشتغلوا على حالهم ويقولوا هاي الناس هياها، بأسبوعين ثلاثة صار ميت شيء 5000 بني آدم. بس هنيئا لمن مات شهيدا، هنيئا لمن مات مسلما. هذا بنقول له يا نيالك، هذا نحن نبكي على حالنا. الله يحسن ختامنا ويرزقنا شهادة في سبيله. فبعضهم شو صاروا يعملوا؟ صاروا يقعدوا بالبيوت، لا عم بيحضروا دروس ولا عم بيهتموا بآخرتهم. ليه يا فلانة شو عم تعملي؟ قلبي عم بيجعني على اللي عم بيصير بغزة. طب شو عم تعمل؟ ليه ما اجيتي على الدرس؟ ما إلي نفس، تعبت لما شفت هالمناظر. الإنسان يا أخواتنا لما بشوف هالمناظر وهالكرب الشديد وهالبلاء الشديد وهالفظاعة الشديدة اللي عم تنعمل بأهلنا في فلسطين، مطلوب هذا يكون حافز له أن يتزود من الطاعة، مش إنه يبعد عن الطاعات، مش إنه تقعد بالبيت على التلفزيون وتقول لي ما عم بقدر أتحمل المناظر. بدكم تعرفوا إنه اليوم نحن قادرين نعمل لآخرتنا، يمكن بكرة ما نقدر. تتذكروا، بدي أذكركم بس، تذكروا معي، تتذكروا لما صارت كورونا شو عملت كورونا بالناس؟ شو عملت كورونا بالناس؟ ما عاد حدا يقدر يحج، تذكروا، ما عاد حدا يقدر يحج، ما عاد حدا يقدر يعمل عمرة، ما عاد حدا يقدر يروح على الجامع يصلي صلاة الجمعة، ما عاد حدا يقدر يروح يصلي جماعة صلوات الخمس، ما عادت الناس تقدر تحضر مجالس علم الدين، سكرت البيوت وتسكرت المساجد، الكعبة سكروها. بدكم تفكروا يا أخواتنا، هذا مثال وهذا إنذار اللي صار بالكورونا. أنتوا عم تتخيلوا فيروس لا شفنا ولا شافنا، قد يقال زي ما بقولوا لا شفنا ولا شافنا، سكر العالم، مش سكر بلد، سكر العالم، وقعد الناس بالبيوت. حتى بعض الناس سكروا مصالحهم، كان عندهم دكاكين، محلات، مشاريع، راحت مشاريعهم، الكورونا وقفت لهم إياها. وأنا بظن ما فيكم حدا ما عانى من هذا الأمر. هذا الشيء اللي سمي بالكورونا قدي منع الناس من أمور فيها خيرات وفيها طاعات، قدي مجالس دين توقفت، قدي مساجد تسكرت، يمكن مساجد كلها تسكروها بالعالم، ومنعوا الناس من الحج والعمرة وإلى آخره، أمور كثيرة. هذا مثال كلكم عشتوه حتى تشوفوا إذا جاءت فتن بلايا ومصايب، كيف هاي البلايا والشدائد والفتن بتمنعك من إنك تعمل العمل الصالح. فمنشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم. النبي نبهنا يا أخواتنا، النبي حذرنا صلى الله عليه وسلم. فالتزود، التزود بعلم الدين وبالطاعات وبالعمل الصالح في الدنيا من أعظم الأسباب التي تنجي الإنسان من الفتن الشديدة ومن عذاب الله في القبر وفي الآخرة. لأن الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان سهل أنه يوقع، سهل أنه ينحرف. إذا أراد الله بعبد خيرا يوفقه إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. يعني الله تعالى إذا أراد بعبد من عباده خيرا يوفقه لعمل صالح يعمله قبل أن يموت، فيموت على ذلك العمل الصالح فيحصل له حسن الخاتمة فيدخل الجنة. يعني العبرة بشو يا أخواتنا؟ العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم. فالمؤمن الذكي الفطن الفهمان هو الذي يسارع إلى التوبة من ذنوبه ويستغل ما بقي من عمره في فعل الأعمال الصالحة التي تنفعه في آخرته قبل اشتداد الفتن
قبل أن تشتد الفتن ليحفظ نفسه في الدنيا والآخرة، لأن من الفتن الشديدة التي هي من علامات آخر الزمان أن يمسي الشخص مؤمنا ثم يصبح كافرا أو العكس كما قلنا. وهذا بيكون يا أخواتنا لعظم وكثرة الفتن، يعني ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب العجيب بسبب شو؟ بسبب ضعف إيمانه وسوء حاله وجهله بدينه. قد في ناس زي ما بيقولوا على ضربة كف بيكفروا، على موقف سيارة بيكفروا، أي بلاء صغير بينزل فيهم بتلاقيهم انهاروا تركوا دينهم. الله تعالى قال في القرآن: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سمعت ماذا قال الله تعالى؟ الله تعالى قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يعني من الناس من يعبد الله على ضعف في إيمانه وضعف في عبادته، مثل ضعف الواقف على طرف شيء يوشك أن يسقط. يعني هذا اللي بيكون ضعيف الإيمان ضعيف العبادات، هذا مثل اللي واقف على طرف شيء يوشك أن يسقط. كذلك ضعيف الإيمان هذا يكون كالذي يقف على حرف على طرف شيء يوشك أن يسقط. وهذا فيه تمثيل يا أخواتنا للمذبذبين، هذا فيه تمثيل للمذبذبين الذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين. فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إن كان هذا الإنسان بخير وصحة ورخاء في معيشته رضي وبقي ثابتا على دينه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شو يعني انقلب على وجهه؟ يعني إن أصابه شيء من البلاء والمصائب انقلب وارتد عن دينه وكفر بالله وترك دين الله كما يفعل كثير من الناس. بخبروها مثلا ابنك مات، بتبلش والعياذ بالله تعترض على الله، بتصير تستعمل عبارات فيها خروج عن الدين، تقول: ليش يا ربنا أخذته؟ أنا شو عملت لك؟ ما في عندي غيره، ما لقيت غيره لتاخده. هذا كلام والعياذ بالله في اعتراض على الله. المؤمن لا يعترض على الله، الذي يعترض على الله هذا كافر. كما قال تعالى: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني إن أصابه شيء من البلاء والمصائب انقلب وارتد عن دينه وكفر بالله وترك دين الله. يعني في السراء يعبد الله وفي الضراء يكفر ويعترض على الله. الله ماذا سماهم؟ ماذا سما لهذا الإنسان؟ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، يعني بسبب كفره واعتراضه على الله خسر الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين الواضح الذي لا خسران مثله. في خسران أشد منها الخسران؟ ما في خسارة يا أخواتنا أشد من إنه إنسان يموت وليس له مكان في الجنة. شو في بعد خسارة أكبر من هيك؟ أكبر خسارة يخسرها الإنسان
هو أن يموت وليس له مكان في الجنة. فإذا ما له مكان في الجنة وين بده يكون مكانه؟ في جهنم وبئس المصير، في جهنم وبئس المصير. فلذلك يا أخواتنا يجب على المؤمن أن يصبر على مصائب الدنيا، ويجب عليه أن لا يعترض على قضاء الله وقدره مهما اشتد عليه البلاء، مهما اشتد عليكم البلاء، مهما اشتدت عليكم المصائب، لأنه لا بد أن يبتلى الواحد منا في هذه الدنيا بالمصائب والبلايا والشدة. ما تفكروا إنه الإنسان بالدنيا بعيش وين ما اختار يعيش وشو ما كان معه مصاري، ولو قال بدي ارحل انا من لبنان وبدي اطلع من فلسطين وبدي اطلع من سوريا، هاي بلاد مستهدفة، هاي بلاد عطول فيها حروب، وين ما راح الانسان بده يبتلى. المؤمن في الدنيا مبتلى. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سمعت ماذا قال الله تعالى؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني أخبر الله تعالى في القرآن أن هناك أنواعا من البلايا التي يبتلي الله بها عباده في الدنيا، والتي منها الخوف والجوع وفقد المال وفقد الأنفس بالموت وغير ذلك من البلايا والمصائب. فالله تعالى حثنا على الصبر يا أخواتنا، الله تعالى حثنا على الصبر على البلاء، وبين لنا حسن عاقبة المؤمنين الصابرين على البلاء برفع درجاتهم أو تكفير خطاياهم. الإنسان لما بيصبر على الشدة، ونحن بحاجة كتير إنه ندرب حالنا على الصبر، لأنه الفتن والمصائب اللي جاي كبيرة جدا. لأنه الرسول أخبر، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، لما قال الرسول بادروا بالأعمال الصالحة، عجلوا سارعوا اعملوا العمل الصالح فستكون فتن كقطع الليل المظلم. يعني جايتكم فتن شديدة، حتظهر فتن شديدة من شدتها حتوصل بعض الناس للكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلذلك الله تعالى حثنا على الصبر على البلاء، وبين لنا حسن عاقبة المؤمنين الصابرين على البلاء. لكن للأسف أكثر الناس في هذا الزمان لا يصبرون على البلاء والمصائب، لا يصبرون على البلاء والمصائب أكثر الناس، حتى منهم من يعترض على الله والعياذ بالله وعلى حكم الله، وبيتكلموا بكلام بعضهم والعياذ بالله فيه كفر، فيه خروج عن دين الله. حتى بعضهم ما بيعرف انه كلامه فيه كفر. بتعرفوا ليش بعض الناس ما بيعرف انه كلامه فيه كفر؟ جهال بالدين، ما عندهم ميزان شرعي، ما تعلموا شرع الله، بيستهينوا بالحكي، شو ما بيجي ببالهم بيحكوا، شو ما بيجي ببالهم بيحكوا، ما بيفكروا، لا يفكرون بعاقبة ما يقولون، لا يفكرون بعاقبة ما يقولون. بظنوا أنه هذا الكلام هين سهل، ما في ضرر عليهم، يقول لك شو حكينا. ولكن يكون هذا الكلام الذي قاله هذا الإنسان ذنبه عظيم 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 عند الله. الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية، قولوها لهذه الناس.
الله تعالى قال: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني كتير من الناس بيتكلموا بكلام باطل فاسد لا يرضي الله، وشو بظنوا كلامهم هذا شيئا هينا سهلا، ولكن هو عند الله ذنب عظيم، هو عند الله ذنب عظيم. فلذلك يا أخواتنا لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام باطل، ولا يجوز له أن يتكلم بلا علم، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم. هلأ ما أكثر المفتيين بغير علم، بتلاقيهم قاعدين مع بعضهم بالصالونات وكل واحدة نازلة زي ما بقولوا تطرق لها فتوى من عندها، وهي بتقول لها حلال وهي بتقول لها حرام وهي بتقول لها، يعني ما بعرف هؤلاء الناس كيف غاب عن بالهم إنه في ملكان يسجلان ويكتبان ما يتلفظ به الإنسان. كل كلمة نحكيها بيكتبوها الملكان. الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله تعالى ماذا قال؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل قولا بغير علم، يعني لا تقل قولا بغير علم، يعني لا يجوز لنا أن نفتي بغير علم. الفتوى يا أخواتنا بغير علم معصية من الكبائر. وحتى لو وحدة بعض الأحيان بتقول لي أنا بقولها هيك بتزبط معي، إنه ساعات بتقول لها أنا بقول حلال يلا هاتي لنسأل، قال لا أول شي بيفتوا، شو بيعملوا الجهال؟ قال أول شي بيفتوا، بعد ما يفتوا بتصلوا بالمدرس أو المدرسة بقولوا هات لنشوف مين حتزبط معها، أنت شو بتقولي؟ تقول لها هي بتقول لها أنا حرام، وأنت شو بتقولي؟ تقول لها هي حلال، تقول طب هات لنشوف مين زبطت معها. أعوذ بالله، شو هي حزيرة؟ الفتوى بغير علم منا حزيرة. الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، حذرنا الله تبارك وتعالى من الفتوى بغير علم. والإنسان ينبغي أن لا يغفل عن كلمة لا أدري حين لا يدري. مطلوب الواحد ما ينسى هاي الكلمة، لما ما بيعرف ما يستحي يقول ما بعرف. لا يخجل أن يقول كلمة لا أدري حين لا يدري. تسمعوا بالإمام مالك، يروى أن رجلا جاء إلى الإمام مالك من بلاد بعيدة، هذا الرجل إجا لعند مالك من بلاد بعيدة، فهذا الرجل جاء عند مالك فشو قال له للإمام مالك؟ قال له يا إمام لقد جئتك من بلاد بعيدة لأسألك وأستفتيك في كذا وكذا. فقال له الإمام مالك لا أدري. قال له لا أدري، فشو الرجل قال لمالك؟ فقال الرجل لمالك قال له يا إمام لقد جئتك من بلاد بعيدة لأسألك فتقول لا أدري، فماذا أقول للناس؟ قال له يعني أنا بدي أرجع على بلادي، شو بدي أقول للناس؟ تعرف شو قال له مالك؟ قال له قل لهم قال مالك لا أدري، روح هيك قل لهم. فهدول الناس كانوا حريصين على آخرتهم. أنتوا تخيلوا إذا الإمام مالك قال لا أدري، فكيف الواحد منا بده يتجرأ ويقول عن كل شيء أدري؟ بعض الناس بظنوا من بسبب قلة الفهم عندهم، بظنوا إذا هي قالت ما بعرف إنه هذا نقص، يعني بتقلل من قيمتها. لا، إذا أنت قلتي عن شيء لا تعلمي فيه أنا لا أعلم، هذا ما فيه نقص، هذا فيه بالعكس، هذا فيه دليل على الفهم، هذا بدل على فهمك. عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به
ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. يعني إذا كان الإنسان لا يعلم حكم مسألة، من العلم أن يقول الله أعلم إن كان لا يعلم هذه المسألة. هذا ما فيه نقص، هذا فيه فهم إنه الإنسان إحنا أحسن من مالك. إذا مالك قال لا أدري، هذول عرفوا قدر الآخرة وعرفوا أن ما يقولونه سيسألون عنه يوم القيامة، فلذلك كانوا حريصين على أن لا يقولوا إلا ما يجوز قوله وما هو موافق لشرع الله. هلأ بتلاقي بعض الناس نساء ورجال بتلاقي لسانة مطوعة، بقوله بالعامية تحكي ما بتفكر، ما بتقول أنا هاي الكلمة عم بقولها بتنقال ولا ما بتنقال، بتزبط هيك ولا ما بتزبط، خلص ترك لسانة للحكي ورايح عم باله إنه في ملكان عم بسجلوا لك، في ملكان عم بسجلوا لك كل كلمة عم بتقوليها. لذلك الإنسان عليه أن يعد كلامه من عمله، أن يعد كلامه من عمله. يعني شو ما بيحكي بتسجل عليه، زي ما شو ما بيعمل بتسجل عليه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يفقهنا في هذا الدين العظيم، ونسأل الله تعالى